أهانت الفجر. لطالما كان الشعر بالنسبة لمتذوقيه متنفسا ربيعيا وجهة خامسة لجهات الحياة الأربعة، في هذه الليلة أمسية سنغوص فيها بين بحور الشعر ومفرداته، وندخل بين دهاليز الشعراء ونكتشفها سويا. وليحدث ما قلت، أرحب باسمي واسمكم بكل عشاق الشعر في كل بقعة من هذه الأرض، وأرحب أيضا بالسادة المشاهدين والمشاهدات عبر قناة الواقع وعبر البث المباشر. ومن هنا تبدأ أمسيتنا المختلفة بالترحيب بعرابي هذه الأمسية التي أسميناها شذرة شعر. شذرة شعر، ليلة من ليالي الألف، وبين كل تلك الليالي ميزنا هذه الليلة بقناديل شعر. دارت الأرجاء بحثا عن أفئدة تستوطنها وتضيء هذه الأحرف. بين كل حرف وحرف دارت الكثير من القصص والحكايا والذكريات. كل قصيدة تحمل بداخلها الكثير من القصص المخبأة بالداخل، لم يستطع أحد حل شفرات هذه القصائد. وفي شذرة هذه الليلة سنحاول حلها، بدءا من فيصل شعر، فصل بين خياله وواقعه بكلماته الرنانة، تلك التي فرقت بينه وبين شعراء جيله وميزته عن البقية. هنا نرحب بالشاعر فيصل العرجاني، وبجودة المفردات تميزا حتى بينا للجميع أن الشعر الجزيل لا يقتصر على عمر محدد ولا على أصحاب الخبرة، بل هو عطية إلهية مقدرة تمنح لأحدهم دون أن يستطيع ردها. نرحب بفهد بن فارع وأورنس عبد العزيز. وفي ميادين القصائد ظهر مروضها ومحرك مفرداتها كيفما يشاء، من يتلاعب بالكلمات حسب ما يريد، ومن يناشد الدهشة شعرا في كل قصيدة، الشاعر عبد الله الرزقي. وفي كل مرة يحضر ميقات الشعر حضر معه من يجيد خياطة الحرف تلو الآخر ليفصل ثوب القصائد في مقاسه الصحيح، الشاعر عثمان الجنيبي. ويظهر بعدهم جميعا شاعر اللحظة، شاعر الدهشة، وشاعر المواقف، من يحكم على قصائده بالجزالة ولا يتواجد لقصائده غير الجزالة عنوانا ولا مجال. وفي عمق القصائد ليس لهذا الشاعر منافس، الشاعر عبد الله الروقي. طبعا أنا أعتذر بالنيابة.